السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي قناة روبلاير. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح أفضل برنامج لتسجيل الألعاب أو الجيم بلاي الخاص بألعاب الكمبيوتر بدون تقطيع وأيضا بجودة عالية. وصراحة هذا البرنامج أعتبره من أفضل البرامج لتسجيل الألعاب، لأنني سبق وأن قمت بتجربة العديد من البرامج لتسجيل الألعاب أو الجيم بلاي الخاص بالألعاب، ولكن كنت أواجه لاج أو تقطيع أثناء التسجيل. ولكن في هذا البرنامج الذي سوف نذكره الآن في هذا الفيديو لن تشاهد أي تقطيع أو لاج أثناء تسجيل اللعبة أو حتى بعد مشاهدتك للجيم بلاي الذي قمت بتسجيله، فسوف تشاهد الجيم بلاي شغال بشكل جيد وبدون تقطيع وأيضا بجودة عالية جدا. وهذا البرنامج شغال حتى مع الأجهزة الضعيفة، وأيضا لا يستهلك الكثير من الرامات أو المعالج أو كارت الشاشة أثناء تسجيلك للجيم بلاي. يعني عندما تقوم بالتسجيل وكأنك لا تقوم بتسجيل اللعبة أبدا كما ذكرنا، وهو خفيف على الكمبيوتر وسوف يقوم بتسجيل جيم بلاي بجودة عالية وبدون تقطيع حتى لو كانت لديك مواصفات ضعيفة على الكمبيوتر. المهم أن تكون اللعبة لديكم شغالة بدون تقطيع ويمكنكم استخدام هذا البرنامج بدون أي مشاكل. وهذا البرنامج معروف جدا لعشاق الألعاب، وهو MSI Afterburner، والعديد من الأشخاص يعتقدون أن هذا البرنامج يقوم بعمل بنشمارك أو مراجعة لأداء الألعاب وأيضا كسر سرعة كروت شاشة انفيديا. ولكن في الحقيقة أيضا يوجد أداة مدمجة مع هذا البرنامج تقوم بتسجيل جيم بلاي الخاص بالألعاب، وهي أداة الريفا تيرنر الموجودة مع برنامج MSI Afterburner، وهي التي تقوم بتسجيل جيم بلاي الخاص بالألعاب وبدون أي تقطيع. المهم بدون إطالة الموضوع أكثر، سوف أريكم الآن طريقة تثبيت البرنامج وأيضا طريقة ضبط الإعدادات الأفضل لتسجيل الجيم بلاي الخاص بالألعاب بجودة عالية وبدون تقطيع. ولكن قبل بداية الشرح لا تنسوا دعم القناة لكي نستمر في نشر المزيد، ولا تنسوا نشر الفيديو لكي تستفيدوا ويستفيد غيركم من الشروحات الخاصة بنا. والآن سوف نبدأ على بركة الله. تقومون أولا بالذهاب إلى هذه المدونة، سوف تجدون رابط التدوين أسفل الفيديو في الوصف أو الديسكريبشن. بعد الضغط على الرابط يوجهكم لهذه الصفحة، تقومون بالذهاب إلى الأسفل، سوف تجدون صورة خاصة بالموضوع أيضا معلومات وتدوين حول هذا البرنامج كما ترون. أيضا حجم ملف أو حجم البرنامج 51 ميجا بايت. أيضا سوف تجدون هنا صور توضيحية لضبط أفضل الإعدادات لتسجيل الجيم بلاي من داخل البرنامج كما ترون. تقومون بنفس الخطوات الموجودة داخل الصور، وأيضا سوف نقوم بفتح البرنامج ونقوم بضبط الإعدادات أمامكم لكي لا تواجهون أي مشكلة أثناء تسجيل الألعاب. أيضا سوف تجدون هنا فيديو أو شرح وأربعة روابط لتحميل البرنامج من الموقع الرسمي الخاص بـ MSI Afterburner. تقومون بالضغط على أي رابط من هذه الروابط، ثم تقومون بالذهاب إلى الموقع الرسمي وتحميل البرنامج. بعد تحميل الملف يأتيكم ملف على هذا الشكل، تقومون باستخراج الملف هكذا، ثم يظهر معكم ملف على هذا الشكل، تقومون بالدخول إلى الملف. ثم سوف تجدون أيقونة التثبيت، تقومون بفتحها كمسؤول هكذا. فأنا قد قمت بتثبيت البرنامج مسبقا، لهذا لا داعي لتثبيته مرة ثانية، ولكن سوف أريكم فقط طريقة التثبيت. هنا تقومون باختيار اللغة، ثم تقومون بالضغط على أوكي، ثم سويفون، ثم تقومون بالضغط على الخيار الأول، ثم سويفون.
هنا ركزوا معي جيدا، هنا يجب أن تقومون بالتعليم على الخيار الثاني، لأن هذا البرنامج هذا الخيار الثاني هو الذي يوجد فيه الريفاتورنال لتسجيل الألعاب، لهذا يجب أن تقومون بتعليم الخيار الثاني كما ترون في الفيديو الآن، لأنه إذا لم تقومون بتعيين الخيار الثاني فلن تستطيعون تسجيل جيم بلاي الخاص بالألعاب، لهذا يجب أن تقومون بالتعيين على الخيار الثاني ثم تقومون بالضغط على سويفون وسوف يتم تثبيت البرنامج بدون أي مشاكل. فأنا قد قمت بتثبيته من قبل، الآن نقوم بالدخول إلى البرنامج لكي أريكم طريقة ضبط الإعدادات الصحيحة للبرنامج. كما ترون بعد فتح البرنامج تأتيكم هذه النافذة، تقومون هنا بالضغط على أوكي ثم تقومون بالذهاب إلى البارامتر أو السيتينج، ثم تقومون بالذهاب إلى هذا الخيار كابتشر إيماج، ثم هنا تقومون باختيار 100% وتقومون باختيار صيغة الجي بي جي لكي عندما تقومون بالتقاط صورة من داخل اللعبة تكون بجودة عالية وأيضا بصيغة الجي بي جي، وبعد ذلك تقومون بالضغط على أبليكي، ثم بعد ذلك تقومون بالذهاب للخيار الآخر وهو كابتشر فيديو أو إعدادات تسجيل الجيم بلاي كما ترون. هنا تقومون باختيار الزر الذي تريدون فيه بدء التسجيل، فأنا قد قمت باختيار رقم 1، أنتم يمكنكم اختيار أي رقم تريدونه لكي تبدأون تسجيل الجيم بلاي أثناء الدخول إلى اللعبة. هنا تقومون باختيار هذا الخيار كما هو موضح في الفيديو، وهنا إعدادات الجودة الخاصة بالجيم بلاي أو اللعبة، فأنصحكم برقم 60 أو رقم 70 أو رقم 50، وإذا كانت لديك مواصفات عالية فيمكنك رفعها إلى رقم 100%، ولكن إذا كانت لديك مواصفات ضعيفة أو متوسطة قم بوضعها في 70 أو 50 أو 60، لأن أيضا هذه الجودة جيدة ولا يحدث أي لاج أو تقطيع أثناء التسجيل. أيضا هنا أترك الإعدادات على 60 إطار كما ترون في الثانية، وهنا أتركها على رقم 1 كما ترون. قوموا بضبط هذه الإعدادات كما ترون الآن في الصورة لكي تستطيعون التسجيل بدون تقطيع وبأداء جيد. بعد ذلك تقومون بالذهاب إلى الأسفل ثم تقومون بالذهاب إلى خيار Correction Gamma كما ترون الآن في الصورة، تقومون بالتعليم على هذا الخيار كما هو موضح الآن في الشرح، ثم تقومون بالضغط على Apply ثم OK. بعد ضبط الإعدادات الخاصة بالبرنامج تقومون بوضع البرنامج في الأسفل هكذا كما ترون، وهذه هي الأداة التي تقوم بالتسجيل كما ترون الريفا تورنر المدمجة مع البرنامج، تقومون بوضعها في الأسفل. وأيضا تقومون بوضع نافذة البرنامج في الأسفل هكذا كما ترون، هذا هو البرنامج. الآن سوف نقوم بتجربة لعبة بيس 2017 وسوف نقوم بتسجيل جيم بلاي لكي أريكم بأن البرنامج يقوم بتسجيل الألعاب بدون تقطيع وبجودة عالية، فقط ابقوا معي الآن. Carrasco. He's pulled him up for that challenge. It's going to be a booking. The protest continues, but in the end, they are defending the indefensible. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. He's gone for it! Oh, how
is a gem. Unbelievable. And that gives them an overall lead. Oh, that is a bit special. وكما رأيتم أصدقائي، الجيم بلاي شغال بدون أي مشاكل وأيضا بدون تقطيع وبجودة عالية كما رأيتم. فأنا أستخدم هذا البرنامج شخصيا لتسجيل الألعاب، وساعدني كثيرا لأنه يقوم بتسجيل الألعاب بجودة عالية كما رأيتم وبدون أي تقطيع، حتى لو كانت لديكم مواصفات ضعيفة. المهم أن تكون لديكم لعبة شغالة بدون لاج لكي تستطيعون استخدام هذا البرنامج، ولن تحتاجوا إلى أي قطعة تسجيل أو أي برنامج آخر. لهذا أنصحكم بهذا البرنامج لأنه بالنسبة لي أفضل برنامج لتسجيل الألعاب الخاصة بالكمبيوتر بدون منازع. المهم هكذا قد أنهينا الشرح. لمن لديه أي تعليق أو أي استفسار ضعوا تعليقاتكم أسفل الفيديو وسوف أرد عليكم بأسرع وقت ممكن. وفي الأخير لا تنسوا الضغط على لايك وشير، ودمتم في أمان الله. Thank you.